لكن لو كان كليبر يعرف ان نهايته هتكون في مصر كان رجع على فرنسا باي شروط، حتى لو كان الثمن اذلال الحمله الفرنسيه من الانجليز، لانه ما كانش يعرف ان نهايته هتكون قريبه وهتكون في مصر. شاب سوري اسمه سليمان الحلبي من مدينه حلب في سوريا، وكان موجود في مصر للدراسه في الازهر الشريف، بيقرر انه لازم يكون له دور كبير في مقاومه الحمله الفرنسيه والانتقام لمشايخه في الازهر اللي تم اعدامهم على ايد الفرنسيين. ما فيش اكبر من انه يقتل قائد الحمله الفرنسيه كليبر. يوم 14 يونيو 1800 بيتنكر سليمان الحلبي بشكل شحات. في الوقت اللي كان كليبر بيتمشى هو وكبير المهندسين قصاد القصر اللي كان بيتجهز عشان يكون مقر حكمه، بيقرب سليمان الحلبي منه بحجه طلب المساعده، واول ما يقرب منه سليمان الحلبي يخرج خندق مسنون ويضربه 4 طعنات في قلبه وبطنه ووشه، ويحاول كبير المهندسين انه يدافع عن كليبر، يضربه سليمان ضربه في دراعه بالخندق ويهرب، ويموت كليبر.